السلام عليكم طلاب، يوم راح نشرح الرقعة اكسبريشن حتى يعني تحلون واجبات العملية. زين، هسه الرقعة اكسبريشن أكيد يعني كل الطلاب سامع عليه وكل الطلاب شايفته. مثلا هسه خلينا نجي نسوي فانكشن معينة، مثلا فان 1 ونسدد الفان. اوكي، هاي نريد بيها نسوي ريجولر. شو نسوي ريجولر بيها؟ نجي نسوي طبعا هذا الكلاس ماي ريجكس اذا ما موجود، يعني شوف شلون اذا ما موجود نجي نشيل. يعني مرات الطلاب يسالون يقول ما موجود هذا شلون اسوي، يعني ما اقدر اشتغل بيه. اوكي، طريقتين. تقول له اذا كتبته ما موجود، يا اما تكتب هاي الكريشه فوق اللي هي مال تكست ريجولر اكسبريشن، او كليك كيمن اذا كان مالتك في جوست اليوم 15 وفوق، كويك اكشن وتنطي اد. بس لحظه حاسمه، اوكي يوزنج يعطيك اياها واجهه، او اذا ما يوفرك اياها الفيجوال تجي مجرد تضيف هاي السيستم دوت تكست دوت ريجولر اكسبريشن يوزنج سيستم دوت تكست دوت ريجولر اكسبريشن. تقدر تخليها فوق، تقدر تخليها جوا، بس الافضل تخليها فوق. طيب لما صار اخضر اذا شنو انت؟ اذا انت شنو؟ اذا انت تشتغل، يعني موجود لك اظلم انت، لان يعني قبل كان ابيض لو يشوفه كانما تكست عادي مثل الكيوردز، بس هسه لا صار لونه يعني اخضر او تركوازي. اوكي، يعني شنو؟ يعني هذا فد كلاس او فد نيم سبيس او يعني فد سم ثينجز. اوكي، هسه نجي شلون نسوي منه اوبجكت؟ اوبجكت اي شيء، يعني مو الا نفس اسمه اسميه ار، بس الافضل شيء يسموه هم ريجكس، بس مو يعني مو خطا اذا اسميه ار عادي. يقول له يساوي نيو تعطي ريجكس. اوكي، ريجكس كابيتال نفس الوي، هذا اشرح من النت زيرو من البيسك حتى اخاف واحد عنده مشكله. هسه نجي هنا، نجي هنا هذا لو تشوفوه لما تأشر بالماوس شو يقول لك؟ اريد سترينج وحط باترين، يعني شنو يريد؟ يعني هذا هنا شو يقبل؟ يقبل سترينج. اوكي، شوف هسه راح كان اكو خطا، راح شوف هسه اكو خطا حيطلع خطا خطا. يقول لك انا اريد سترينج، هاي مو ما عندي هذا الريجكس، لا تتذكرون مال او او بي، هذا الريجكس ما بي ديفولت كونستراكتر. اوكي، فيريد شنو؟ يريد باراميتر نوع شنو؟ سترينج. زين، صوتي واضح هسه مو؟ وشرح اوكي واضح من الصفر الان دي؟ تمام تمام عندك بالجو وبالفوق نسوي واحد الخط الكاميرا لو اوكي. لا لا اوكي تمام تمام حتى لا تدخلون لا بالفوق لا بالجو، اخليكم فوكس هنا بس. ايه هديل يمكن هي ما حاضره الريجكس، هديل اذا اشتغلت كتفي، يعني انت ما حاضر الريجكس، ف يعني يمكن انت اكثر واحد تاثر، بس هذا مو شرح كلش مفصل. شلون لا اشرح مفصل؟ اعتقد هو هذا يعني نصف اللي جت، حتى شلون اضيف ال شلون اضيف الكلاس شلون اضيف. طيب اوكي نعيده، يعني فاطمه اعتقد شو اسمه اي شلون نسوي ريجكس باي مكان، مو الا فانكشن باي مكان. نجي نكتب ريجكس ونعطي متغير نيو ريجكس. هذا الريجكس شلون ضفناه؟ ضفناه عن طريق السيستم دوت تكست دوت ريجولر اكسبريشن. والدليل اذا نشيله هسه هذا الريجكس صار خطا، يقول لك هاي شنو ما اعرف شنو هذا. فانت قلت لك طريقتين، يا اما تضيفها مانيوالي بايدك، يا اما تجي كليك ايمن كويك اكشن تعطي يوزنج فوق طريقة شايف. زين، هسه نجي السترينج، العفو الريجكس يقبل، قلت لكم يقبل شنو؟ يقبل سترينج. السترينج هاي شنو؟ هي الباترين مالتي. مثلا احنا لو اعتقد لو شو اسمه لو نسوي فد بروجكت جديد او طرح نشوف الشغل فيه هنا اعتقد راح تدخلون بالامور الجانبيه وين فورم
ليش حاسب بقى عندك بس فاهم كنت في جار استوديو استوى يا الله يجيش الموقف. طيب راح نطيع اسم اوكي سيد الطيب راح اخلي شنو راح اخلي مجرد مجرد بوتون تصميم تصميم ترسمين هذا يعني تكدون تعرفوا التأكيد مجرد خلي بوتون واخلي تكست بوكس واعطي يعني مالتي لاين يصير اكثر من سطر يعني خاف واحد يسوي هيك شيء او تنزلون ريتش تكست بوكس عادي بس انا ما احب الريتش اوكي هسه ما اريد اغير اساميهم حتى لا يدوخون هاي تكست 1 هاي تكست 2 بس الافضل تغير الحين حتى يكون شغله مرتبة بس ما علينا نجي احنا دائما انك صممنا هذا راح اجيكم بعد ما نصمم كلش يعني صممنا هاي واجهه بسيطه تكست 1 وتكست 2 وبوتن 1 نجي نفتحها ما اريد لا هاي تجي تكتب ريجكس هاي تكتب ريجكس هسه انت توك سويت البروجكت تكتب ريجكس اوكي ايش راح يقول لك؟ راح يقول لك ما موجود تجي تكتب كلمه يقول له actions يقول له using هاي طريقة أو تجي طريقة ثانية تفتح الكليب بورد سوري تفتح الكليب بورد تقول له using اوكي أو تسوي نسخ يعني هذا الكليب بورد من النسخ يعني أقصد من الكوبي بيست فصارت هنا أنا نجي ريجكس يساوي طبعا تأخرنا هواي بس مو مشكلة احنا نريد نحكي هسه شيء يعني هذا الريجكشن وهذا انطي باترن يقارن لي اياه ويا السترنج مثلا قلت له اذا كان الانبوت اي اور بي لا تذكرون ذني يعني ما له حسب مال شو اسمه مات يعني مات احتسابيه فش اقول له؟ اقول له اور اي اور بي ما اريد اصعبها عليكم تكتب طريقه اخرى بس اكتبها بهاي الطريقه حتى تصعبوا عليكم اقول له اي اور بي هاي اكيد مره واحده يجي الاي او مره يجي واحده يجي البي فايش نسوي له ران سوري ما طبعا حاسب اليوم مشكلة حتى الـ activation نريد لهم هاي في التعليق فش اقول له؟ اقول له text1 زين دوت يعني شنو اريد؟ انا حاط الـ text مات وين اللي اسوي له تيست اسوي له شو اسمه تيست وين حاطه؟ text1 فاقول له تيست text books1 دوت text اوكي يعني هاي هنا حاطاني فاقول له هنا ريجكس دوت از ماتش اوكي هاي از ماتش شو يريد مني؟ يريد مني سترنج انا انطيته سترنج هاي از ماتش شنو يقارن هاي سترنج بين قوسين دي وات ايفر مو اللي هيك جوز تجي هيك سترنج تجي هيك مثلا عادي اوكي يعني مباشرة او تجي من فد شو اسمه من فد متغير نسميه او فد variable معين اوكي هاي رجع لي شنو الريجكس هذا از ماتش رجع لي 0 1 يعني اذا اقول له مسج بوكس سوري مسج بوكس دوت شو اوكي هسه مسج بوكس دوت شو طيب نعمل تو سترينج او ايش يعني هذا بوليان والشو ايش تحتاج سترينج هذا بقى هيك شيء ايش حطيت السترينج هاي بوليان 0 1 وهي فيها سترينج مو بوليان فاقول له تو سترينج حول لي البوليان الى سترينج يعني حتى تصير صفر كاركتر مو صفر رقم طيب فهسه خالد اقول له ايش يطلع لي؟ يطلع لي ترو ليش؟ لان انا حسب الباترن مالتي حاطه اي اور بي اذا احط بي يطلع لي ترو زين اذا احط اي بي ايش يطلع لي؟ اي بي ايش يطلع لي؟ طبعا ليش؟ اها من يقول لي ليش؟ انا اقول لكم ليش الريجكس دائما حط دائما اب ونهايته شنو؟ دولار اوكي؟ انا سوري ما حطيتهن دائما حط قدامه اب ونهايته دولار اوكي؟ واضح طلاب لوك سؤال؟ فنجي هسه نشيكه من جديد انا سوري يعني نحط هنا نحط اي شيك ترو حط بي شيك ترو
نحط A B مثلاً فورس أوكي كان طبعاً خطأنا عندي سؤال ما حط لا هسا تشوفون ليش خليت هو الباتر الريجكس يريد بدايته اب ونهايته دولار لو تذكرين انت يمكن كل حلولكم من تاخذون هسه بالعمل بالنظري الكومبايلر لو تشوفون بكل انبوت او كل شيء شن خلى اخر شيء دولار تعرفون شلون فهي نفس هاي الشغله اللي نشتغلها لو تذكرون بكل عمل وبكل نظريه نحط شنو اخر شيء نحط دولار ومن يوصل الدولار للدولار اذا هو يعني هسه الدخل نفسكم مجرد انك شيء ثابت يعني حتى لا تدخل نفسك هاي ليش وهاي مجرد في شيء ثابت اب دولار نهايته وتخلونه وسطه اللي نريده احنا الباترن مثل ما شفتوا هسه طيب زين هسه لو اريد اختبر ادخال ادخله هذا انتجر يعني كلمه انتجر لو فلوت او يقول لي هذا انتجر او هذا فلوت ايش راح اقول له اما انتجر اما شنو فلوت مو صح وجه اسوي له ران طبعا شوي شوي بعد احنا عبر دنيا هاي شغلات سهله بس اريد استذكركم بها انتجر شو يقول لي ترو مثلا هاي انتجر صارت انتج اتش دبل تي خطا اكيد واذا فلوت انا راح اعطيني شنو صح واذا اي كاركتر شايفني خطا انتبهوا ملاحظات مهمه الا وهي هاي من قبل من تحط هاي الشيء مو تحط تكتبها هالشكل يعني انت تخلي سبيسنج بياناتها في شيء مثلا اذا كان عندك قوس اخر تخلي سبيس وتريد حتى تميز انت هذا خطا هذا سبيس ايش يعتبره سبيس صحيح يعني شلون هسه على سبيل المثال هذا خلينا نشوفه بي سبيس هسه خلينا نشوفه انت ايش عبالك تجي تكتب انتجر انت تجي تكتب انتجر بدون سبيس انتجر بس هذا تتوقع شنو انت تتوقع ترو بس هي خطا ايش يقول لك؟ يقول لك انتجر وراها شنو؟ وراها اكو سبيس، ايش تخلي سبيس لازم لو شوف صار اكو سبيس هاي. شوف شلون؟ فانتبه هاي كلش يعني كلش ملاحظة انتبه. الفلوت نفس السالفة، الفلوت تكتبها هيك هسه ما راح يعطيك فولس الا تخليك لك شنو؟ سبيس، لان يعني انت حاط بالريجكس ايش حاط سبيس؟ لو شوف هاي سبيس هسه. طيب، اعتقد هاي واضحة الملاحظة. هسه نجي للشغل المهم اللي هو شلون اعرف مثلا متغير هذا انتجر او متغير هذا يعني عفوا يعني هذا متغير مثلا اكتب انتجر اكس سيمي كولن اعرف هذا متغير لو شنو هذا شلون اعرف ببساطه نجي نكتب هذا ونتبع شلون نجيب هسه البنت شلون نجيب هسه البنت وش طلع لنا الرسام شوف احنا ايش عندنا شو اسمه انتجر مثلا اكس وخارج على القوه اوكي هذا شنو؟ هذه اجي اقول له بدايته يكون شنو؟ متغير شنو؟ طبعا مو بس انتجر اقول له بدايته انتجر فلوت كاركتر سترينج وات ايفر اي متغير اوكي فهاي ناش اقول له ريجكس يا اما انتجر يا اما شانس او شو اسمه يا اما انتجر يا اما فلوت يا اما سترينج يا اما كاركتر يا اما بوليان اوكي فاقول له يجي اول شيء لازم شنو يجي اذا قلنا عليه اللي هي مثلا انتجر فلوت كاركتر مثلا اوكي طيب هذا اني المنتاعات للانتجر زين قلت له يعني هاي بالرجكس احط يا اما هذا هسه نجي نسوي احنا كفيجر اكسبريشن اوكي من كنا نقول مباشرة اكو صوت يم حسين ما شنو الصوت ها سجاد طلعتني يا برايفت صوت من عندي ما اعرف ما شنو جوز طن هاي مال الايرور مال الحاسبين ما اعرف ما شنو زين طيب نكمل ف وين كنا نكذب جاب طلعتنا من شو اسمه ما اسوء نسينا وين كنا كنا شو اسمه شلون نسوي الانتجر والفلوت والكاركتر حسب المتغير اوكي دائما احنا شلون نخلي هيك شيء احنا شلون نخلي دائما من يجي شبه شيء وراه شنو نخلي اند لو اور من يجي وراه مباشره يعني هذا يصير الاكس يعني
يصير هيجي، هذا يصير اكس انتجر مثلا يصير هيجي، او يصير اكس انتجر هيجي، ما يصير هيجي مو صح. فاذا شنو اقول له مباشره يجي وراه، مو فد اور يعني، مو اور يا اما اكس يا اما انتجر، لا انتجر وراه يجي اكس. فشلون اسويها؟ يصير اخلي اور هنا أنا. يصير هنا اخلي اور واقول له اكس مثلا، لا طبعا ما يصير، طبعا ما يصير. اذا شلون اقول له يجي وراه متغير مثلا، يجي وراه اكس اوكي، ويجي وراه شنو فاير زمن طول اوكي. طبعا نسال السهولة، احنا خدنا متغير واحد اللي هو اكس فرضنا، خلينا نجي نطبق هذا عمليا. عمليا ايش يقول؟ يقول بدايته يا اما انتجر مثل ما قلنا، اور فلوت، اور شنو؟ كاركتر اوكي، ادي بعد اور. طبعا هاي سهلة اعتقد ماكو مشكلة، مثلا اور بوليان. قلت له شوف واحد يزيد من القوس دائما يعني، بس كان للسيو تقدر طريقة أخرى يعني، راح يجي واحد يسوي طريقة أخرى تقدر أنت صح تقدر، بس أنا أسلك إياها بهاي الطريقة حتى تكون قريبة جدا من اللي خليتها أنت بالش اسمه بالاحتسابية. زين هسه هنا أنا سوينا انتجر يا ما انتجر يا ما فلوت، ننطي سبيس. طبعا هسه راح أعالج لكم هاي السبيس شوية شوية، نتطور بشغلنا بس كون يعني أعتقد نحتاج نسوي ميتينج ثانية. زين فحطينا سبيس، زين وراها ايش حطينا؟ حطينا المتغير اللي هو الاكس، وراها ايش حطينا؟ حطينا سيمي كولون. هسه من نجي ننفذ، تجي تنفذ انت تكتب، طبعا هاي الشغل هذا بنطور عليها شوية، انتجر اكس فارز مقوطة، ايش راح يقول لك؟ ترو على صح انه هذا صح متغير، فريق صحيح متغير. زين اجس جاج قال قبل خلي العب على حسين نجوز كود ما تبي مشكله، كتب هيك الا فورس، هاي مو طريقه تعريف المتغير، هاي خطا. هذه انت جديد علي انا، واضح هسه هنا الشرح حتى يعني انت يعني تكونين شلون يعني ريفلاك مال بقيه الطلاب يعني، حتى نعرف اذا اوكي الامور ولا لا. كنت هذي قطعت أصلا؟ لا موجودة، بس لحظة هنشيك المسج. تمام فعرفت شلون هسه. سجاد إذا أكو مشكلة بلغني يعني، الصوت أو شيء يعني الصوت مو واضح. زين هسه نجي سوينا انتجر بوليان. سجاد قال زين حسين كودك في مشكلة، إذا أجي هنا إذا أجي هنا كتبت انتجر سبيسين اكس، سبيسين واكس هذا قال لي فورس، قال شنو انت خواك شيء سبيسات ما اقدر والمسج جاني نو بروبلم كمل اوكي. زين فهاي شلون جات شي يقول زين اوكي اخلي سبيس، اقول لا انت حددتني بسبيسين يعني، لا ما ادري سبيسينج. نصيحه من عندي، ما ادري سبيسينج نصيحه، اكو فد يعني فد امر بالريجو اكسبريشن هو يعطيك سبيس، اللي هو شنو؟ اللي هو من تقول له انت سلاش اس، طيب من تقول له من تقول له سلاش اس او دبل سلاش اس حتى يعني تقدر انت دبل سلاش اس، يعني سلاش اس بس لين السترينج اوكي. من تقول له دبل سلاش او للسهولة حتى ادوخون اخوان حتى تقول بس سلاش واحد بس، لا راح ادوخكم السلاش، راح ادوخكم هاي السلاش. بس خلي البداية دائما خلي بدايات حتى تخلص من هاي السلاش، خلي بس سلاش واحد دائما ادوخ اوكي، دائما خليات زين، دائما خليات في البداية حتى تخلص من هاي السلاش، حتى راح تصير هواي صراحة اشوفها التأكيد اعاني بيها من كثير. خلي سلاش واحد، خلي لازم دبل سلاش مثلا ويعني وتفضل اوكي. فحتى نخلص من هاي السوالف كلها نخليها في البداية. شوف هسه هاي شنو معناها؟ شو اسمه؟ سلاش اس، هاي معناها سبيس، بس شنو هاي؟ سبيس وحدة، سبيس وحدة هاي. فلو تشوفون هسه شو اقول له؟ اقول له بين فلوت من انتجر جريد اكو سبيس وحدة. شنو نجي هسه نكتب؟ شو اقول له؟ مثلا اكتب كاركتر اكس
سبيس واحده شو وانا سي يقول لي ترو ماكو مشكله سبيس واحده انا قاعد سبيس اذا خلي سبيسين شو حيصير خطا يعني سجاد شو حيقول لي اقول له سوي فوت تخلي هاي شيلها فاشيل هاي خلي سبيس شنو الفرق اقول له لا اكو مشكله اكو فتشي هاي تسوي لنا حل اللي شنو هاي اقول له هاي السبيس كرر لي اياها فاذا شنو كرر لي زين كرر لي اياها ستار لو بلس خلينا نجرب الستار ونشوف خلينا نجرب الستار يجي سجاد يكتب انتجار اكس يجي والله صح حط سبيسي والله صح شو حقول السجاد اقول السجاد زين اذا سويناها هيك شو حيصير بدون شو اسمه همي انا صح اذا هاي شنو خطا ليش يعني يصير هاي خطا هيك ماكو هيك اذا شنو لازم اخلي بس المسجات حلو اشتري الشديد اذا شنو اقول له على الاقل على الاقل شنو اكو سبيس وحده على الاقل سبيس وحده اذا شو اخلي ستار العفو زائد اللي هو بلس هسه نعالج شويه شويه احنا تشوفون هاي السبيس هسه شنو عندنا وراها؟ عندنا وراها متغير اكس زين واحد من الناس يقول شنو متغير اكس؟ انا اريد متغير صحيح يعني مثل ما استخدمه باللغه اقول له صح شو تسوي لازم؟ لازم تسوي شروط المتغير زين شنو شروط المتغير؟ خلينا نجي نعلق الفوق ونسوي شروط المتغير شروط المتغير شنو هي؟ هسه هاي فوق شغلنا خلينا نتوقف فوق توقفنا شغلنا هسه نجي نبني شروط المتغير شروط المتغير شنو هي؟ من يذكرنا بيها اللي هي بدايته اندرسكور او حرف سواء كابيتال او سمول ما راح اميز هسه يعني حميز بس يعني من حكي ما راح اميز فبدايته اندرسكور يا اما اندرسكور يا اما اي تو زد كابيتال اي تو زد سمول اوكي وبراها شيء يجي وبراها يعني يجي رقم او يجي اندرسكور او يجي او يجي حرف ماكو مشكله فاذا شلون اقول له يجي بدايه شنو يا اما تكتبها يا اما اقول له بدايه يا اما اي تو زد سمول صعبه هاي اي تو زد سمول صعبه زين او شنو او اندرسكور طبعا هاي ذني شنو ذني يقوم يختار يا اما اندرسكور يا اما شنو هاي كانما اور بيناتين يا اما شنو يا اما اي تو زد زين واكو اي تو زد كابيتال اي تو زد كابيتال فهسه يا اما بدايته يا اما اندرسكور يا اما اي تو زد كابيتال يا اما اي تو زد سمول لو نجي نشوف هسه من انطي اي شو حيقول لي مقبول او مقبول مقبول من انطي رقم بدايته شنو شو حيقول لي خطا من انطي اندرسكور شو حيقول لي خطا صح لا زين من انطي دبل اندرسكور شو حيقول لي فورس ليش ما نسوي لوب انا لسه ما رحت اقول له بدايته بس بدايته احكي زين واحد يقول زين بدي اكمل البقيه اقول له اوكي كمل البقيه تفتح ذني همي انا تجي تقول له البقيه يجي يا اما اي تو زد يا اما اي تو زد سكابتر يا اما من الصفر للتسعه يا اما اندر سكور مو صح؟ اكو مشكله طلاب؟ لا صح؟ يقول له يا اما يجي اي تو زد كابتر يا اما اي تو زد سمول يا اما زيرو وهذا شنو هو هذا؟ كلش بي هذا يتكرر مو صحيح هذا الاخير؟ شو اقول له؟ ستار لو بلس وليش؟ انا اريد هذا يجي او ما يجي فشنو احط؟ ستار اكيد يعني سواء اجى او ما اجى هو ما يهمني هذا سواء اجى او ما اجى هو ما يهمني اصلا مو تمام؟ شو احط له؟ ستار ليش؟ يعني اجوز يجي حرف متغير واحد من حرف واحد يجي بس ويجوز لا يجي من اكثر من حرف ورقم وتفر زين؟ فهسه اذا اي صح واذا نحط رقم بدايته خطا خلينا ناخذ متغيرات مثلا فان افيو صح لو خطا صح طبعا طبعا هنا مين مثلا صح لو خطا مثلا اندرسكور مين كله صح مو صح زين تسعة وفتح شحابير خطا ليش؟ لان متغير مو هاي شروطه اندرسكور تسعة ار مثلا
يعني اعتقد صار واضح مالي شلون يسوي متغير، اي دوام متغير اول شيء يقول له يا اما يجي اندر سكور يا اما كابيتال يا اما سمول، يعني يجي وراه ماكو اور ما حطيت اور تشوفون لان يجي وراه مباشره مو بدايه ما حطيت اور، من ما احط شيء يعني شنو هذا لازم يجي وراه لازم، بس من اخلي اور لا احتمال اكو تقديم وتاخير بيناتهم. اوكي هنا انا اقول له يا اما اي تو زيت يا اما اي تو زيت ويا اما 0 تو 9 اور اندرسكور. اوكي وذني فيهم كلهم عليهم لو بس تكرار ليش؟ لان يجي يجوز اكثر من مره. هسه ندمج شغلنا ويا فوق اقول له انا جهزت لك مال احرف جهزت لك اياه، اقول له شكرا علقت كافي، نجي نفتح التعليق مال هذا ونجي نكمل شغلنا. شغلنا شو يقول؟ يقول الاكس، قلت له لا خلاص ما عندنا اكس، اجى مكانه شنو؟ اجى مكانه هذا الشغل. اوكي نفسه تبع من الدوخ بالحل قسم شغلك، يعني شلون قسم الشغل؟ اقدر اكفر خطوه واحده بس حجوز الدوخ عليك. شنو قسمته؟ رجعت لك اياه 10 دقائق بقى ينتهي، احتمال يعني تسوي ميتنج ثاني للي يحضر، لان هسه هنا صح شوي شوي لان اكو مشكله بهاي الشغله. فشنو سويت؟ يا اما انتجر يا اما فلوت، اكو سبيس سبيس اقل شيء سبيس وحده حطيت بلاس، وهذا قلت له ورا حكينا شلون يجي انه يجي يجي شنو؟ يجي اول شيء بدايته اندر سكور او حرف، ويجي وراه بعدين حرف او اندر سكور او رقم، ما عندنا مشكله. هسه صار عندنا متغير نسويه زين، فاكتب انتجر اكس، طبعا هسه هاي المشكله اشتغل، اكتب انتجر الو اشتغل وهكذا صار عندي يعني شويه كاركتر مثلا سي. اوكي يشتغل لو شوفوا انا خلي هنا سبيس وراها شيء يقول لي باللي خطا لازم وراها فهم، يعني اقول له هنا اقول له هنا قبل هنا يا اما يجي سبيس يا اما ما يجي، هاي دائما نستخدمها دائما نستخدمها حتى حلك يصير مثالي، بس هي يعني تقدر تعبرها، بس هي يعني نصيحه لك تستخدمها حتى حلك يصير مثالي سلاش اس. لو شوف هسه اقول لك هو بجو ستوديو يقول لك وايت سبيس كاركتر، هذا شوفوا يعني بجو ستوديو هو يعني دي يوضح لك انه بني شنو تستخدمها. طيب اعتقد بس بجو ستوديو يوضح بقيه شو اسمه ما اعتقد زين. ف سلاش اس ستار فاش اقول له يا ما تجي سبيس وحده يا اما ما تجي يا اما يجي مليون سبيس، انا ما يهمني اذا حلي هسه ايش فيه صار. اوكي بعد ما ادوخكم اكثر من هذا شلون نسوي المتغير، هاي شلون نسوي المتغير كله، شلون نسوي المتغير. طبعا هذا واجب كان عندنا المحاضره يمكن الثانيه او الثالثه ما اتذكر، يمكن الثانيه اشوف هسه صار شيء مرتب طبعا لازم. اوكي صار عندنا البني مثلا بوليان اكس اكس. اوكي هسه جد بقى لنا سبع دقائق، خلينا نتوقف هنا ونكمل بالفيديو بعد هذا، نكمل شلون نسوي يعني شلون نسوي الفانكشن وشلون نسوي المتغير شلون ارفع يعني الرقم شلون ارفع هل هو انتجر او فلوت او تقرير. شكرا جزيلا.